FM. الكلمة ليك. أهلا وسهلا مرحبا بكم جديد. رجعنا معكم في ريكاب معكم حتى للسبعة. كنا نسمع في شغلة زنبور. تحب شغلة زنبور برشا؟ هو عبد الوهاب تسمع نانسي عجر مدام؟ نسمعها سلتو فك غنيتها الأخرانية متاع اللي ما عندوش بنات. يا بنات وين عندي ثلاثة بنات خاطر ربي يفضلهم. أما نحن نغنيوا بنات بطريقة أخرى مدام. دبرسك مازلنا معكم حتى للسبعة. سعد جدنا باستقبال الوزير السابق والدبلوماسي والأستاذ الزائر حاليا في كلية المغرب الأستاذ حاتم بن سالة. مرحبا بك أستاذ حاتم. نورتنا. قليل الظهور ما تظهرش برشا. هو يعدي اغلب وقته لبرا. وقتي يعني اغلبيته في الخارج. الصحفيه الكبيره اكيد بين الرباط وبروكسل بين الرباط الجاي الاتحاد الاوروبي. فهمت هاك مدام فاطمه كاري قلت في انترفيو انت بالحق طلعت نصيحه عام 2013 فوالا كان انشغلت في الدات. واول سؤال سالته مدام فاطمه كاري قدك شنو رايك في تونس اليوم؟ نعاود نفس السؤال اليوم بعد عامين شنو رايك في تونس اليوم استاذ حاتم؟ والله اليوم تونس بطبيعة الحال في تعيش في أجواء استثنائية. إذا كان نحب نحاول نفهم تونس على مستوى المكاسب السياسية النجم نقوله اللي تونس اليوم كسبت نظام جديد، نظام برلماني. أنا شخصيا مانيش موافق عليه، ولكن نظام برلماني هذه تجربة باش تعيشها تونس اليوم وتعيش فيها تونس اليوم. نعم فيها مساويها وفيها المحاسن متاعها. ولكن الشيء الأساسي اليوم هو أنه في دولة كما تونس اليوم موجودة حرية التعبير بأتم معنى الكلمة. والنجم نعتبره اليوم ونقولوها بدون أي لغو وبدون أي شيء آخر، تونس اليوم تعيش في استثناء ديمقراطي في العالم العربي. وهذا شرف كبير ونعتز به الكل في تونس. تقول لي الثمن غالي جدا، هذا كموضوع آخر نجم نتكلم فيه في مرة. نحكي معك سي حاتم في الفسفس. قبل ما تعدى مدام فاطمة ثم كلمة قلتها مهم برشا، أنت ماكش موافق على النظام البرلماني، علاش؟ نعم، أنا أعتبر أنه في دول نامية أو في طريق النمو مثل تونس يجب في آخر النهار أن يتخذ المسؤول مسؤوليته وأن يتخذ القرار المناسب ويتحمل مسؤولية اتخاذ هذا القرار. اليوم أكبر مشكل في تونس هو أنه على كل المستويات القرار لا يؤخذ في الوقت المناسب، ولذلك تبعاته وهناته تكون سلبية. وهذا علاش اليوم نعيشه مشاكل كالمشكل الأمني، مشكل الإرهاب اللي نعيشه فيه اليوم. ولكن احنا سي حاتم بعد مرحبا بيك بيان فيدما، احنا اليوم نعيشه في نظام برلماني معدل صحيح، ولكن بماسك فريمون واضح جدا انه هو نظام رئاسي، لانه لا سنتراليزاسيون دو بوفوار سي ا كارتاج، معناها ما نجموش نغطيو عين الشمس بالغربال. وهذه ما شنو تاثير هذا على ما يقع اليوم في تونس؟ هو الرجوع اولا الى دستور تونس. دستور تونس 2014، الدستور الجديد اللي في تونس هو ارسى نظام برلماني، ولكن اللي عدوا هذا الدستور كان في حسبانهم في وقت من الأوقات أنهم هما باش تكون لهم عندهم الأغلبية على الأقل في البرلمان. ما كانوش يتصور في الترويكا ولا في النهضة. نقصد في الترويكا وخاصة في حزب النهضة اللي كان يتصور أنه هو اللي باش يلقى المجال السياسي باش يتمكن سواء كان عنده. يعني هل تم تكييف الدستور بدون أي شك؟ أنا قلتها حتى للمسؤولين معناها أنا واضح بالنسبة لي أنه حاليا الدستور اللي تضع باش حزب سياسي مهما كان وزنه البرلماني عنده 40 نائب ولا عنده 120 نائب يكون هو المفصل في نظام الحكم السياسي في تونس. ولكن علاش أنا قلت راهو النظام البرلماني بالرغم عن كل الانتقادات نجم نقوله للنظام الرئاسي، راهو النظام البرلماني ما ينجمش ينطبع في دول اللي هي في طريق النمو. يلزم في آخر اليوم كما قلت المسؤول يتخذ مسؤوليته. إذن هل الدستور هذا اللي تم تكييفه كما تحب حركة النهضة باش يكون عنده انعكاسات سلبية على مستقبل تونس مثلا؟ أنا نتصور الدستور هذايا لازم يتراجع.
لانه فيه ثغرات ما نحبش ندخل في التقنيات الدستوريه، ولكن نجم استاذ جامعي في القانون اذا ما تكلمش انت شكون باش تكلم؟ شنو هي الثغرات واهم النقاط ولا الفصول اللي يجب تغييرها؟ اذا ناخذ السلطه التنفيذيه. باش ناخذ مثال السلطه التنفيذيه فحسب. في السلطه التنفيذيه رئيس الجمهوريه ساعه تلف السلطه التنفيذيه فيها راسين، رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه. ناخذ رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه له صلاحيات في مجال الدفاع، في مجال الامن، وفي مجال الشؤون الخارجيه. نعم. ناخذ الشؤون الخارجيه والامن، هو المسؤول على الامن الوطني رئيس الجمهوريه في الدستور، ولكن رئيس الجمهوريه لا يعين وزير الداخليه، اي الاداه والوسيله التي سوف تمكنه من ان يسيطر على مسائل الوضع الامني. هذا مثال. أيه. هذا مثال. نعم. المثال الثاني لرئيس الجمهوريه مشمولات في الدبلوماسيه والعلاقات الدوليه. ولكن شنية وسائل العمل في هذا المجال؟ وسائل العمل هي الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه. لو كان تنظر للدستور التونسي اشتلقى الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه هي من المشمولات التي يختص بها رئيس الحكومه. صحيح. أنا تصور غدوة في مجلس وزراء يكون فيه رئيس الجمهورية مش من نفس الحزب رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية ما ينجمش يتكلم على المسائل الأمنية لأن وزير الداخلية لا يعينه رئيس الجمهورية. نعم نعم. هذه فاي مثلا، هذه من الثغرات. اهم الفصول لازم تتغير بار الثغره هذه. الفصول تم تكييفها على قياس، يعني باش ما ندخلوش في ارقام الفصول. احنا شو نقولوا؟ هو الدستور مصنف الابواب. باب السلطه التنفيذيه يجب ان يعاد النظر فيه تماما كله. تفضل مدام. حبيت نسال سي حاتم بن سالم، اليوم بعد 3 سنوات 4 سنوات من الثوره، معناها عرفنا كل الالوان تقريبا، الالوان الاعتباطيه، الالوان المبرمجه من الداخل، المبرمجه من الخارج، عرفنا الحقد، عرفنا نتائج الحقد، عرفنا نتائج الاكسكلوزيون، مي اليوم دو فاكتو عندنا كما قلت انت نص دستور اللي باش ننتظروا 3 سنوات على الاقل حسب ما ينص هو، معناتها 3 سنوات باش نجموا نحكيوا على تغيير فيه، وربما هذا رب ضارة النافعة، ربما هذا باش يخلينا نقفوا على بعض الاخطاء، مش غادي الاشكال. اليوم تونس معناتها مع الضربة نتاع اللي هي صارت في بارد، وفما انتقال نوعي للإرهاب في التعاطي مع المجتمع التونسي، هو مس المجتمع اليوم ومس المدنيين. تقول لي زوار ولا واحد، المهم بالنسبة لي فما توانسة وفما تونس والناس تمشي وتجي إلى آخره. حسب اعتقادك الظاهرة الإرهابية، وأنا نعرف اللي أنت في المجال الاستراتيجي كتبت ياسر من التسعينات وأنت تكتب فوزافي في بارتي من الهيئة أظن العلمية أو المؤسسة نتاع في لندن نتاع الدراسات الاستراتيجية بلندن، وقرينا لك حاجات كو فوزافي بريفو معناتها قبل، اي فوزافي بريفنو لي ديسيدور ميم اوكسيدونتو، معناها نعرف اللي سمعوك مثلا في امريكا وغيره وغيره، وكنت على طرفي نقيض معاهم، كنت تقول اللي راهو اللي باش يجرى هذا راهو هكا وهكا، اذا كان فو بوسي فيغ ديزيتاتيزاسيون معناها دي بيي، وخاصة العراق وبعدها سوريا توا وكذا. انا اليوم اللي نحب نعرفه من عندك الذي وقع اليوم في تونس وفي الوطن العربي بصفة عامة، هل هو مبرمج؟ هل هو نتيجة سياسات خاطئة؟ هل هو كوكتيل مخلط؟ فسر لنا إذا تسمح. أنا باش نبدأ لك أولا بقصة صارت لي أنا شخصيا عام 1991 بعد حرب الخليج الأولى، وقعت دعوتي إلى زيارة بعض معاهد دراسات استراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي آخر الزيارة كان لي لقاء مع الأمين العام لمجلس الأمن الوطني الأمريكي اللي هو المكتب متاعه مقابل بعشرة أمتار ولا بعشرين متر مكتب جورج بوش الأب آنذاك. إيه؟ وكان لي لقاء مع الشخص هذا، نسيته أنا تماما، نسيته اللقاء هذا. وخديش ذكرت اللقاء هذا، ذكرت اللقاء هذا وقت لي بدينا نحكي عن الربيع العربي، لأنه الشخص هذا قال لي بصريح العبارة،
قال لي انتم الحداثيين وانتم 91 و92 91 قال لي انتم معناها عندكم اراء وانتم فوما في سيدوي قال لي فوما في سيدوي ولغتكم وكذا لكن انتم ما عندكم حتى مستقبل. المستقبل للاسلام السياسي في العالم العربي هذا 1991. اليوم سامحني شكون اللي الامين العام المجلس الوطني للامن كونسي ناسيونال دو سيكوريتي في البيت الابيض الامريكي معناها اعلى هرم لاقرار السياسات الامنيه والقرارات الامنيه في الولايات المتحده الامريكيه يعني قبل ب 20 سنه من قبل 20 سنه اذا 24 سنه قبل 20 سنه قبل 20 سنه من الثوره بالطبع قبل 20 سنه من الثوره هذا تذكروا احنا وانت فات ما عشت معنا وقتها كنا نحكيوا على النظام الدولي الجديد ده من عهد جورج بوش الاب والنظام الدولي الجديد هذايا الاساس نتاعه وقت اللي روسيا كانت ضعيفه الاساس نتاعه اللي كانت بعد غورباتشيف ويلتسين الى اخره الاساس نتاعه هو استفراد الولايات المتحده بالحكم الدولي في كل مناطق العالم وخاصه في المناطق الحساسه وفي المناطق الاستراتيجيه مثل مناطق الشرق الاوسط والعالم العربي بصفه عامه والنظام الدولي الجديد هذايا اساسه هو عدم وقوف أي قوة مهما كانت حتى إيديولوجية أمام الإمبراطورية الأمريكية الجديدة سعيدة. واليوم نعيش تبعات هذه السياسة لأنهم هما وقت لي سطروا استراتيجيا ويخطوا ينفذوا احنا عندنا مراكز دراسات استراتيجية في كل دول العالم العربي ولكن لا تخطط مراكز ولا تسطر ماذا تفعل هذه المراكز تحضر الندوات الدولية انا نقول لك 38 ليلة متاع ابو حيان التوحيدي اللي هي مركز دراسات استراتيجية كمان في ذاتها انا نقول لك تسويهم الكل معناه مش صحيح معناه فما عندنا اشكال اليوم لا انا توا نحب نعرف كانوا يسمعوك العرب وقت اللي انت انا عايشتك ونعرف ونعمل لك لي زانترفيو وقتها في التسعينات وتقول لي في الكلام هذا العرب يسمعوك ولا ما يسمعوك؟ يسمعوا ولكن لا يتخذوا اي قرار لان اتخاذ القرار هو فردي في العالم العربي في الانظمه العربيه وباش تاثر انت بشيء يلزم توصل لقمة هرم القرار وهذا بطبيعة الحال غير ممكن لأنه قمة الهرم في الدول العربية آنذاك وحتى الآن ما يقراوش حتى القراية ما يقراش الدراسات الاستراتيجية ما عندوش بعد نظر هما حتى اليوريغواي راوند ما قراوهاش ما يحبوش علاش يقراو لانه لاهي في اموره اليوميه وفي التصرف اليومي في شؤون الدوله الى اخره والمستشارين احنا راهو وراهي ماهيش اما اللي قراوا ماتوا اللي قراوا قتلوهم صدام حسين وغيره وجمال عبد الناصر هو احنا راهو الموضوع هذا المشكل هذا موجود مشكل معناها النظر الاستراتيجي او التحليل الاستراتيجي موجود حتى في دول مثلا فرنسا فرنسا عندها مشكل لانها لا تنظر الى البعد وهي اليوم في حالة رديئة وتخلف لأنها لا تعيش مثل ألمانيا اليوم مثلا ألمانيا اليوم عندهم معاهد دراسات استراتيجية مراكز ونستخدم سواء في ألمانيا أو في خارج ألمانيا هذا مع الأسف ماهوش موجود في العالم العربي إلى يومنا هذا به ما زلت معنا الأستاذ حاتم بن سلم شويخر أنت آخر وزير تربية في النظام السابق شويخر نحب نعرف كان جيت وزير تربية الآن صار ما صار مع النقابة وضرب الأساتذة كيفاش كنت تتصرف تتصرف كما تصرف نجي جلول ولا عندك تتصرف واحد آخر مدام عسكر ساتر الرأي في السؤال هذا بيسر لا هو كان عنده مشروع كامل للإصلاح اكزاكتومون اللي مش موافق عليه انترتر بن علي ما زلنا باش نرجعوا معك الأستاذ حاتم السلام مرحبا بك ما زلنا معكم في ريكاب نرجعوا لكم شوية آخر بعد الشهر ما تعبدوش توا الستة على كابف ريكاب أنا معكم في ريكاب أهلا وسهلا ومرحبا بكم زين معكم إن شاء الله حتى للسبعة بتاع العشية معنا الدبلوماسي والوزير السابق أستاذ حاتم بن سالم مرحبا بك ماذا تخيرني قال لك آخر وزير في آخر نظام ولا آخر وزير تربية في نظام بن علي عندي حتى إشكال أنا أفتخر وأعتز بما قمت به كوزير وككاتب دولة وكسفير وخدمت بلادي كما مئات وآلاف الكوادر العليا ونخب تونس اللي اليوم مع الأسف لوحة في القهاوي
نعتز بهذا ووزير ولا اللي تحب انا عندي. يطلبوا منك مازلت تقدم معناتها لتونس؟ يطلبوا منك النصح ولا يطلبوا منك؟ انا دائما وابدا انا قلت انا في احتياطي الجمهوريه. بلادي قبل كل شيء. احتياطي الجمهوريه. انت تعرف الاضراب الاساتذه تاع التعليم الثانوي والمشكله اللي صارت والتو الاكزامانات ما صارتش والتهديد كذلك بعدم اجراء الفروض، رايك فيما قام به ناجي جلول اللي طلبت النقابه الفلوس وعندهم بعض الطلبات لكن ما نجمش يوفرها، وكذلك التعنت نجم نقولوا بين قوسين من هو غطى على وزير الوحده، انا نعتبر وزير على وزير الماليه بصراحه غطى على وزير الماليه بالباهي بالباهي، المفروض ان يقول لهم واك، خاطر وزير الماليه نبه لي وانا نعرف اللي هذا شبي ما سجلوهولوش هذاك، سجلوه كان كي قال تو اعطيه حقه واضرب منه واعطيه حقه، ما انا ما نضربش، معناتها انا ننقد، اما ناجي جلول معناتها احيط بواحد وحطوا له اللي قرفوا. تعليقك على على اللي صار اولا انا نقول يلزم الشعب والاعلام يعرف اللي زوز اصعب وزارات في الحكومات التونسيه من الاستقلال الى اليوم هي وزاره التربيه ووزاره الداخليه. نعم. معروفه هذه اصعب وزارات، وربما وزاره التربيه اصعب وزاره. لانه في وزاره التربيه فما اكثر من 190 الف موظف. وفما زوز ملايين و200 الف تلميذ. موظف فاسر العباد بين اساتذه ومعلمين. بين مصالح عموميه والكولون فيرتبرال نتاع كما تعرفوا الجمهوريه. التربيه هي المصعد الاجتماعي بالنسبه للتونسي، معناها التونسي الاولياء يضحي بنفسه باكله وبلبسته من اجل انه ابنه ولا ابنته تقرا وتوصل للمستويات، وانا نحب اليوم نذكر اللي راهو التوانسه خاصه التلاميذ التوانسه راهو اذكى ما فما، انا شفت قريت في امريكا وفي فرنسا ومن اذكى ما شفت في حياتي ومن افضل ما شفت في حياتي هو التلميذ التونسي. اتبقى تقول لي المنهجيه ولا النظام التربوي الى اخره، هذيك حاجات اخرين نجم نحكيو فيهم ربما مره اخرى. اليوم دور وحتى معناها مكانة وزير التربية صعيبة صعيبة جدا. لماذا؟ لأنه أولا ويزمنا نقولوها ونصرحوا بها التوانسة راهي دولة فالسة، الدولة فالسة. اليوم تونس تقترض، وكي يقول سيد رئيس الجمهورية يوم أمس احنا ما نمدوش يدنا للطلبة، هو اليوم يعطيه الصحة قالها، احنا قلناها تو نحن نمدوا في يدنا للطلبة، أما مدين يدينا للطلبة تو الحكومات اللي شفناهم الكل نهار كامل وهما يلحقوا مدين. أنا سمعت حكايات وأشياء في حكاوها لي توانسة في منظمات دولية اللي معناها يندى لها الجبين، كيفاش المسؤول في مستويات أولى في عهد الكاتاسترويكا إلى غيرها معناها يجيو معناها يلحلحوا بمسؤولين في مستويات دولية كما في بنك النقد الدولي وغيره يلحلحوا. هذا ما نحبش نحكي عليه، أنا ما فما توانسة تحكي وتتكلم وتو نهار آخر تتكلم وتو يخرج التاريخ. اليوم تونس ما عندهاش إمكانات، ولكن اليوم وضع الأساتذة والمربين وضع ولو هما هاجموهم مساكن على النصوص الدروس الخصوصيه، ولكن راهو اليوم ما تخصش 3 و4 و10 اساتذه على اكثر من 150 ولا 155 الف استاذ ومعلم، راهو في جل مجموعه الاساتذه والمعلمين اليوم فما مشكل حياتي بغلاء المعيشه. نعم. وبالمشاكل الموجوده راهو الاستاذ والمعلم اليوم ما عادش خالط كما الموظف بصفه عامه، معناها اليوم يلزم. وانا سمعت اشياء في الحكومه هذه جديده يقولوا اللي قالها رئيس الجمهوريه في خطابه قال الاولويه للتربيه. اليوم لو كان الاولويه بالتربيه اولا وبالذات الاولويه هي لتحسين ظروف الاساتذه. كلامك معقول، كلامك معقول سي حاتم بن سالم، معقول كو لازم نحسنوا الظروف لكن ونطالبوهم بالمردوديه. داكور، اما كونتر بارتي الميزانيه تسكرت بتاع 2015، الزيادات اللي فوق ال 200 مليار منين باش نجيبوها؟ هل باش ناخذوا قرض مره اخرى؟ ما هي الحلول؟ الحكومه اللي مشات بصراحه عملت مغناني بصراحه وسبل الموجوده. هذا السؤال الاول، والسؤال الثاني بالطبيعه حول موقف ناجي جلول، هل تحلت في مأزق دوب ما تحط في البوست بتاعه ولا؟ شوف، هي هذه يسميوها لا باتات شود. الحكومه السابقه مدت هالجمره هذه في ايدي الحكومه الجديده، لانه الحكومه السابقه اعطت وعود وتعرف ان الوعود هذه مستحيل ان تنفذ، وجات الحكومه هذه لقات روحها في وضع لا يحسد عليه.
وتونس راهو اليوم الميزانيه تاع تونس اليوم ما عندهاش الامكانات باش تنجم معناها تعطي ولا ترفع في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ الاجور اكثر من الشيء اللي باش يتفاهموا عليه النقابات والحكومه. هذه حاجه. كيف كان للوزير ان يقوم بدوره؟ انا اظن راهو بكل صراحه انا ما نعرفوش بالكدا السيد الوزير الجديد، ولكن نعرف اللي تعرفوش بالكدا وتعرفوا شويه صح؟ نعرفوا شويه ولكن انسان اللي شفته انا حاول باش يقدم الامور بطرق ايجابيه. اذا كيفاش هو جابه هالموضوع هذايا؟ اظن انه انا ما نرميش الحجر على وزير التربيه اليوم في الوضع اللي فيه وزير التربيه، وضع صعب جدا، النقابات وضعها ايضا صعب جدا، وكل واحد يصعد في الماء. الحل وما ثمش فلوس. حل هل ترى تعتقد لي الحل شامل مع الحكومه كامله، والا يخرج وزير التربيه عن صمته ويقول راهو الفلوس مش بدي انا؟ معناتها علاش ما يعلموش الناس؟ علاش؟ شوف انا اليوم نغزر لاعلى هرم السلطه في تونس رئيس الجمهوريه. أي قال الاولويه للتربيه. أي هذا مشكله، يترجم هذاك. اي يلزم يترجم في الواقع، يلزم الحكومه في اقرب الاجال تقدم مشروعها لتطوير التربية، وفي مشروع الحكومة هذه يلزم تتطور التربية من كل النواحي بما فيها الناحية التنظيمية اللي ننسوها احنا. أيه. واللي انا حاولت كوزير التربية اول شيء حاولت نقوم به هو إعادة تنظيم وتسيير الهياكل الإدارية والمالية لوزارة التربية. عودنا هيكلة حتى الوزارة. أيه. اليوم يلزم اللي قاله رئيس الجمهورية تترجم الحكومة على أرض الواقع، وراه ما يتحل حتى مشكل في التربية سواء في مسألة المناهج أو في مسألة المال أو في أي مسألة أخرى إلا بالوفاق، إلا بالجلوس حول مائدة لأن يكون كل هؤلاء مع بعض. راهي اليوم الصدام ما بين وزير التربية والنقابات راهو كونتر برودكتيف، ما عنده حتى نتيجة، ما يوصل حتى المكان. يلزم الكل يقعدوا مع بعضهم ويلزم كل واحد يراعي مسلحة واحدة وهي مسلحة. نذكروا بضيفنا السيد حاتم بن سالم آخر وزير تربية في نظام السابق، وزير الخارجية كذلك. قبل ما نعطيك الكلمة دام عندي سؤال آخر. اي تفضل. كان جيت في بلاصة نجي جلول يعني في جملة سيارة شنية تعمل؟ والله إن نصارح الشعب قبل ما نصارح النقابات، نخرج نصارح الشعب بالوضع المزري التي تعيشه الذي يعيشه مجال التربيه اليوم في تونس. وكل الضحيه الاولى هي الاجيال الصاعده هذيك اللي غدوه مش باش تلقى حظها، لانه اليوم قاعدين نضيعوا في الوقت 4 سنين اضاعه وقت. تعرف نعطيك مثال واحد بسرعه في السلاح اللي كنا باش نعملوه 2010 اللي بدا باش نعملوه 2010. اليوم 2014 كنا باش نوصلوا الى 50% من التلامذه التوانسه، 50% يوجهوا نحو الليميتي نحو المهن. 50% اليوم عشرات الالاف التوانسه توصل للباك، توصل بدون بمستويات تعرفوها انتم مش لازم نتكلم عليها اليوم. ومعناها وحتى امل لا في الجامعه لا بعد الجامعه. يلزم نقولوا الحقيقه للتوانسه، ويلزم نراجعوا انفسنا، ويلزم اعاده المناهج التربويه واعاده تنظيم التربيه، ويكون هذا كما قلت على اساس الوفاق. وزير واحد وراه ما ينجمش، هذا عمل الحكومه، والحكومه يلزمها معاها ماهوش عمل فردي. الحكومه يلزم تكون معاها النقابات، يكون معاها المجتمع. تفضل مدام فاطمه. انت توا وصلت للباب اللي انا نحب نسال فيه، اللي هو المناهج التربويه او ما يسمى بالمضمون نتاع التربيه في تونس. احنا طوال تقريبا 15 سنه نظام بن علي اللي هو نظام العولمه بيان ايفيدامون، انا راهو ما نشخصش، ماهوش بن علي جابه من داره، راهو هو ابعد ما يكون. معناتها هذه حاجات فروضات، انت تعرف مناهج مفروضه يقول لك امشي هكا باش نجم ندعمك هكا اتسترا. ابتعدت على اولا ساعه على المهن، معناها كيف ما قلت انت، واللي التجربه الالمانيه رائعه ورائده في الواحد هذا. الحاجه الثانيه ابتعدت ايضا على الحس النقدي او التربيه النقديه، الفكر النقدي. معناتها ولينا نمشيو بالسيستم اناليتيك اللي هو تقريبا فرنسي في جلو، واللي هو معناها ما يوصلش، واللي هو زاد نحبك تربط لي اذا تسمح يلترى هو اللي يعمل يساهم في لومبغي غادمون دي جون، معناتها فيغ التطرف وهالواحد، والا لا؟ معناها خاطر انا نلقى ديماتو
ونلقاهم شادين معناها غيزو نتاع متطرفين الى اخره ويوصل حتى للي وصلنا له تو. فماذا بيا تعطيني فكره على المناهج التربويه كيفاش اصلحها؟ اسكو اليوم النجم نصلح ولا لا؟ ما نقعدوش كل مره احنا نبكي ونقولوا لا فاتنا الفوت. اليوم في 2015 كيسكون بو فير؟ كل اصلاح تربوي ينبني على التطبع مع الاقليم الوطني والاقليم الدولي. معناها مستحيل اليوم انه في تونس نجموا نفكروا في مناهج تربويه خارجه على نطاق ما هو واقع اليوم على المستوى الدولي. شنو اللي واقع اليوم على المستوى الدولي؟ اليوم التربيه الرقميه ليدوكاسيون نوميريك هي اللي ماخذه التقدم كبير ياسر في كل دول العالم. واسهل واكثر طريق للوصول إلى العلم والمعرفة هو عن طريق هذه التكنولوجيات الحديثة. اليوم المسائل البيداغوجية التربوية عندها أهميتها بطبيعة الحال، لأنه التلميذ يلزم وقت يوصل للسنة السادسة ابتدائي يلزم يكون يعرف يحسب ويقرأ ويكتب، هذه أساسيات. ولكن اليوم العالم ينبني على تطورات أخرى، على تكنولوجيات أخرى، على مناهج أخرى. أنا مانيش من الأشخاص اللي يعتبروا أنه لو غدوة نحطوا مناهج علمية جديدة وبيداغوجية جديدة الأمور باش تتطور. الأمور لن تتطور لأنه العالم ماشي في طريق آخر، وإذا كان قعدنا احنا نفس الطريق دائما وابدا، معناها نعملوا جلسات ونحاولوا نعملوا اصلاحات بيداغوجيه جديده، والاخر يجيب لي لا ميثود اناليتيك، والاخر يجيب لي لا ميثود فوندامونتال وغيرها وغيرها وغيرها، ما نشفش نتقدموا. احنا يلزمنا اليوم نتاقلموا مع عصرنا، والتاقلم مع عصرنا هو اعطائك التلميذ التونسي هذاك اللي هو عنده كما قلت عنده امكانات راهو خارقه للعاده، تعطيه الامكانيه باش يدخل للعالم الجديد هذايا بالإنجليزية وبالتكنولوجيا، باش يدخله مسلح. طيب اليوم مش عليك الفرنسيس يتغش عليك كما البارح. أنا وقلي دخلت اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة في السنة الثالثة ابتدائي بطبيعة الحال ياسر عباد باش تتغشش، لأنه اليوم وسائل الدخول إلى معركة الحياة سواء كانت في تونس أو في الخارج هي باكتساب اللغة الإنجليزية خاصة اليوم، وربما بعد 10 أو 15 سنة اللغة الصينية ما نعرفش، ولكن اليوم الإنجليزية وتقنيات التكنولوجية الحديثة. هذا في إمكاننا وفي مقدورنا، لأنه احنا اليوم حتى سوق الشغل في تونس إذا كان منتوج التربية والتعليم ما يكونش متناغم مع متطلبات سوق الشغل، مستحيل تغير كل المناهج تحب عليها، مستحيل أن نحل مشاكل التربية، لأننا سنجد أنفسنا دائما وأبدا أمام طوابير بطالة وأمام مئات الألاف من الشباب اللي كما قلت أنت فاطمة كي ما يلقاش أفاق قدامه بطبيعة الحال يميل إلى خطب أخرى، خطب دينية متطرفة، يميل إلى التشدد، يميل إلى الراديكالية، وهذا اللي يعطينا منتوج اللي مع الأسف الشديد اليوم قاعدين نشاهده فيه في سوريا في العراق وفي ليبيا. تعرفوا اللي على 20,000 مقاتل أجنبي الموجودين في داعش اليوم في سوريا والعراق، فما اشترهم سعوديين توانسة ومغاربة، فما 4000 سعودي، 3500 تونسي، و2500 مغربي. هي هذا، وفما آلاف أخرى في ليبيا. هذا مناش كلهم شباب راه شباب، وهذوما وقت الثورة، فما اللي عمره 15 وفما اللي عمره 16، واللي هو مازال ما تولدش في وقت حرب الخليج والأولى، واللي هو مازال ربما معناتها في اللفة كيف ما يقولوا المصريين في 2003 معناتها معناها سي ديسوفون. ولكن احنا كيسكون بو فير مانتنون؟ شنو نجموا نعملوا معناتها في التوقيت هذا؟ شنو انت تطلب من هالحكومة هذه؟ ونحب نسألك سؤال، علاش انت تقول حكومة كاتاسترويك؟ هو راهي مش ماهيش كلمتي انا، كلمه انسان اخر اسمه الاستاذ سامي المهبولي، عنده كتاب بشغل جلاله مات اسمه كاتاسترويكا، وانا لقيت اللي الاسم هذايا اسم معناها اسمه على لا ظهر اللي جاك على اسمه على جسمه، اسمه على جسمه، لانه تعدينا فتره والعياذ بالله وان شاء الله عمرها ما تعاود ترجع لتونس الفتره هذيك. شوف اليوم تخافش من الكلام هذا، يقول لك خاطر حاتم بن سالم كان مش انا اقول فيك انت اللي قلت على لسانك تو، كان في نظام اخر ونحن نظام جديد يقول علينا في الكلام هذا. احنا نحبوا البيلان اليوم، جيب كل اخصائيين العالميين. هل بالظروف اللي موجوده كنت انت موجود كنت نجم تعمل ما خير مثلا بالظروف الحاليه الموجوده في تونس؟ بدون اي شك
لو كان قاعدة المجموعة نتاع المسؤولين السياسيين اللي عندها الدبلومات وعندها التجربة وعندها الحنكة وعندها بعد النظر، تونس عمرها ما كانت توصل. يعني حكومة بن علي من غير بن علي تنجح بعد الثورة بطبيعة الحال، لأنه بن علي ما كانش يخدم، بن علي كان يخدم، ما كانش يخدم وحده، فما حكومة فما اختيارات وفما ناس وفما الحكومة الأخرانية نتاع بن علي ما تنساش اللي فيها أكثر من ثمانية معناها من ثمانية من ناس عندهم المدارس العليا، فيها خمسة مبرزين في القانون، فيها ناس رجعت من شو اسمه من الجامعات الأمريكية. ما أنا ما نحبش نحكي على القبل وتوا، ما نحبش نحكي على هذا. أنا نحب نقوله اليوم اللي الوضع اللي عليه تونس اليوم ماهوش مقبول، وكيفاش تعتبر اللي هي كاتاسترويكا جستو. واليوم الحاجة الوحيدة اللي زمنا نشوفوها ونأكدوا عليها هي نرجع للشباب. أنا كانت كارثة عندي أنا عندما شفت أرقام مشاركة الشباب في الانتخابات الأخيرة، راهي كارثة أنه الشباب في خضم الحرية هذه والديمقراطية هذه ما يشاركش في الحياة السياسية، راهو هذه نقطة استفهام كبيرة. اليوم يجب إرجاع الأمل للشباب. اليوم كي نغزروا لشبابنا ولتلامذتنا ونشوفوا مدارسنا إلى آخره، أش نلقاو؟ نلقاو ما فماش أفاق، حتى أفاق متاع لهو ما فماش. معناها تقول أنت انعدام الأفاق هو اللي ساهم في التطرف. بالطبع اليوم الشاب فين باش يمشي؟ الشاب يتفرهد كما نقولوا احنا، أعطيني ترى فما حتى بلاصة، ما فماش. اليوم الشاب مش لاقي نفسه. اليوم الشاب كي يغزر يلقى افاق مسدوده، يقول لك انا نقرا ولا ما نقراش، على كل حال المستقبل ما فماش. هذه يقولوا فيها في وقت معين، ولكن يقولوا فيها اليوم معناها على ارض الواقع. اليوم يجب ارجاع الامل للشباب. كيفاش ارجاع الامل للشباب؟ اولا وبالذات اعطاء الشباب قيمته ومكانته في المجتمع التونسي، وخاصه على المستوى السياسي. انا النادي اليوم بتشريك الشباب في الشان السياسي. الشباب مش مشارك اليوم. شوف معدل الحكومات متاعنا الأخيرة هذه، تفهموا اللي فما إشكالية ما بين الحكام اليوم والبارح، وما بين معناها طبقة هامة مش عارف تعرف اللي تونس أكثر من 70% من تونس عمرهم أقل من 30 سنة. فينهم هذو؟ فين شوفوا فيهم؟ ما تشوف في حتى مكان، تشوفهم قاعدين في القهاوي، تشوفهم محبطين، تشوفهم عندهم مشاكل حتى نفسانية، تشوف فيهم التشدد والراديكالية، تشوف أي خطاب حتى خطاب الجهل يأثر عليهم، وهذا مش معقول ومش مقبول. إذن اليوم أول حاجة وضع الشباب في مكانته ومستقبل الشباب في مكانة استراتيجية. طرق جديدة، تعامل جديد مع الشباب، فتح أفاق، فتح إمكانيات أخرى للشباب. هذا اليوم هذا اللي الناس تترقب فيه. أنت تعتبر اللي الإسلام السياسي هو جملة اعتراضية في حياة تونس والوطن العربي بصفة عامة؟ وتصديقا لقولك أنت قلت عام 91 التقيت برئيس أمين عام مجلس الوطني، مجلس الأمن الوطني، المجلس الوطني للأمن في أمريكا. أنا قبلك قبل حرب الخليج بشوية، في 5 أفريل، بين 5 مارس و 5 أفريل كنت زيارتي في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان قيادي ما نجمش نذكره أنا توا، قيادي واليوم قيادي في الاتجاه الإسلامي اللي هو لم بعد النهضة، وكنت كل مرة أنا نمشي يقولوا لي راهو في إطاع مثلا، يقولوا لي راهو الإسلام السياسي، ومنها ليزا أندرسون معنى تعركت أنا وياها أصلا، قالت لا الإسلاميين ديمقراطيين وإسلام سياسي وهذوكم هما المستقبل متاع تونس، راهو تعملوا ما تعملوش راهو فماش هذه التقدمية وشي جيفارا وما نعرف شو، قالت هذا الكل راهو الإسلاميين هما الأساس وهما اللي باش يشدوا السلطة والكل. دونك تصديقا لقولك هذا، فأنا سؤالي هل معناتها تعتقد أنه هذه جملة اعتراضية أريد تلبيستها إلى تونس، ما هوش الشعب هو اللي خرجها؟ هو شو هو إذا كان ناخذوا الأمريكان، الأمريكان رأوا في تفكيرهم فما سذاجة كبيرة ياسر، خاطر الأمريكان ما يعرفوش العالم. أنا حكيت مع السيد هذايا، التفكير متاعه سهل ومنطقي جدا. تعرفش قالي؟ قالي احنا اليوم متيقنين اللي الأغلبية تميح للتيار الإسلام السياسي، وعنا احنا الديمقراطية هي حكم الأغلبية، إذا يلزم هم يحكم. معناها أنسيلوجيزم واضح ما فيه حتى شك، بالنسبة لنا ساذج ولكن راسيونال إلى حد أنه ينجم بالراسيوناليتي هذه اللي حكينا عليها بكري، ينجم يحطم شعوب، ينجم يحطم دول. أنا من عام 2011 ناديت في مؤتمرات في تونس وفي العالم، نقول راهو اليوم أكبر خطر على تونس هو تحطيم أسس الدولة.
لأنه في وقت من الأوقات كان فما عمل منهجي، كانت فما مؤامرة ممنهجة لتحطيم أسس الدولة التونسية العصرية، ومثلا في الإدارة، خاصة الإدارة، كل ما كان واقف يلزمه يتكسر، رأس الهرم يلزمه ينقلب. وهذا بطبيعة الحال أكبر خطر. هذا في عهد عشناه، تعرفوه انتم وعشناه، النتيجة متاعه هو أنه اليوم شفتوا انتقادات على الإدارة التونسية، بالرغم معناها من مجهودات الإدارة وبالرغم من مجهودات إداريين اللي مساكن معناها سباح وليل هم يخدموا في البلاد وواقفين على البلاد هذه، انتقادات كبرى للإدارة، لأنه فما معناها الهيكلة متاع الإدارة وقع ضربها في الصميم في كل الإدارات بما فيها الإدارة الأمنية. أنت عندك في الشأن الأمني والاستراتيجي بيان إيفيدامون اللي هما مربوطين ببعضهم ومفماش دولة تتخلى عليه اليوم، أنت شنو رأيك في اللي وقع في وزارة الداخلية من إحالات على التقاعد وغيره سرتو في الاستعلامات والكل؟ الملاحظين الكل اليوم يقولوا اللي هي غلطة فادحة، فما ناس بتبيعة الحال اللي مشبوهين واللي بتبيعة الحال هذوكم فما قضاء، ولكن فما ناس اللي هي والناس هذوما راهي أغلبية ساحقة، ناس اللي خدمة الدولة، خدمة البلد، ما خدمتش أشخاص ولا شخص، خدمة الدولة وركز الدولة كل كانت في تونس تقولوا منظومة قمعية، صحيح في جانب من جوانبها كانت منظومة قمعية، ولكن كانت فما منظومة أمنية سخرت التونس باش تعيش والشعب التونسي باش يعيش في امان، مش 23 سنه نتاع اللي عشناهم برك، ولكن ايضا من الاستقلال. شكون مسؤول على تنحيتها هذه؟ شوف انا ما نحبش نسمي الاسماء، انتم تعرفوهم خير مني، انا حتى الشان التونسي السياسي ما نحبش نتكلم فيه ياسر لاني كنت نتكلم فيه نمرض، وذاك علاش نحب نبعد على مثل هذه الملاحظات. انا شو نقول اليوم الحاجه الايجابيه هو انه فما معناها تقييم موضوعي للوضع. الحكومة هذه اللي جات نجم نكونوا متفقين معها ولا مش متفقين، راهو اليوم على الأقل نحسوا في أشياء قاعدة باش تصير على مستوى التنظيم، فما ان بون دياغنوستيك. انا نتصور من نجم نبني حاجه على قاعده في المستقبل الا كي يوقع لو بون دياغنوستيك، التقييم الجيد. نشوف مثلا اليوم ناخذ المغرب هي نفسها كدولة اليوم قاعد راجعت المنظومة الأمنية متاحة، وتعرفوا اللي أظن يوم منذ يومين كونت معناها لجنة جديدة أو هيئة جديدة للبحوث القضائية على منوال الاف بي اي الأمريكي. لماذا؟ لأنه في محاربة الإرهاب معناها فردانية القرار هامة جدا، يلزم التسطير، يلزم السيطرة، يلزم اتخاذ القرار يكون من طرف مسؤول واحد. احنا اليوم كي ناخذ وش صار في باردو، هذا مش انا نقول فيه، انا كنت اول من قالوا ساعتين بعد احداث باردو، ولكن يقولوا فيه ياسر ناس. اليوم نقطة استفهام شكون سيطر على الوضع في التعاطي مع احداث بارد؟ لو كان نلقاو الجواب على السؤال هذا تو نفهم علاش الغلطات كل وقت. شكرا لك. ما بينا تزيد تفسر لنا ما عادش عندنا وقت. لا فسر لنا كيفاش معناها في 30 ثانيه. اليوم نقطه الاستفهام هو من هو المسؤول على العمليات في باردو؟ هل هو رئيس الحكومه وربما رئيس الجمهوريه عنده مشمولات دستوريه في الموضوع؟ هل هو وزير الداخلية؟ هل هو كاتب الدولة للأمن؟ هل هو المدير العام للأمن؟ هل هو رئيس إقليم تونس وباردو؟ هل هو الأمني اللي موجود على عين المكان؟ أين هي وزارة الدفاع؟ فين معناها فين يبدأ هذا وينتهي الآخر؟ بالطبع هذه عدة أسئلة، أنا الحق ما عنديش الأجوبة لها، ولكن لو كان نلقاو الأجوبة للأسئلة هذه نفهموا ياسر حاجات. شكرا لك أستاذ حاتم بن سالم. شكرا لك. شكرا لك. هاو السيد المخرج قال لي جوتوليغ أمان. لا جوست باش نقول لك حتى الإحالة اليوم ولا التنحية نتاع بعض الأمنيين اللي كان نزار يتكلم فيها القيادات، معناها هذه ما هي الجواب بالنسبة ليك نحو الأمن؟ بكل صراحة أنا ماهوش الجواب اللي باش يغير الوضع، ربما هذه قرارات يجب أن تتخذ، ولكن القرارات هذه ما تولي عندها معنى إلا ما المنهجية والطريقة تعاد من جديد. شكرا لك مروان يقول لي ما سبق. شكرا لك الاستاذ حاتم بن سالم الدبلوماسي والوزير السابق، شكرا لك على قبول الدعوه، يعطيكم الصحه. شكرا لك مدام فاطمه، نرجع ان شاء الله بعد الاخبار واخبار الرياضه، ما تبعدوش هذه الريكاب. الكلمة ليك.